كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يأتي مثلا يأتي ويقولون، يقول هؤلاء من الأشياء الشبه، وأكيد الشيخ تعرض لها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح، فيفهمون الذبح يعني جز الرأس، وهذا فهم بعيد جدا، ومن دلائل بعده عن الصواب أنه لم يعمل به أحد من الأمة، من الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام إلى وقتنا الحاضر حتى عمل به هؤلاء. جئتكم بالذبح في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب والكفار قبل الإسلام كانوا يفعلون بالأسير، أو يعني يفعلون بالعدو أنواعا من الأفاعيل، من التعذيب ومن النكال ومن الإهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذلك وقال: جئتكم بالذبح، يعني بالقتل، يعني بالمواجهة. الذبح هنا معناه القتل، معناه المواجهة، وليس معناه سن السكين كما يقال أو كما يظنون. يعني كل ما كانت العرب تفعله من تعذيب الناس قبل الموت، ومن تقطيع الأذان، ومن التمثيل بالإنسان، ومن في الحروب، أبطلها الإسلام وأبقى شيئا واحدا وهو القتل. فإن لم يقتل فهو مكرم، يحفظ ويصان ويعالج، ويكون لها أحكام الأسير العظيمة المعروفة. وهذا الحديث له شجون وله تفاصيل.